السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم قناة بحبك بلادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم في القائمة المقترحة للمنتخب السوري الثمانيناتي والتسعيناتي اللي هيلعب بيها إن شاء الله بإذن الله مع المنتخب البرازيلي في المباراة المرتقبة ما بين المنتخب السوري والمنتخب البرازيلي لعام 94، واللي حصل على كأس العالم 94 وحصل على كأس القارات بعد كده. ان شاء الله باذن الله المباراه ستكون يوم 10/12 المقبل. لم يحدد الى الان ميعاد محدد او ساعه محدده الى المباراه، لكنها في الغالب ستكون على الساعه 4 عصرا على ادق تحديد. وان شاء الله باذن الله المباراه هتكون في مدينه اللاذقيه، تحديدا على ملعب الباسل. هناك شركة لبنانية ستتكفل بكامل نفقات المباراة، وستتكفل تلك الشركة اللبنانية بمصاريف قدوم الفريق البرازيلي للبنان، وسينتقل الفريق إن شاء الله من لبنان إلى سوريا بإذن الله إن شاء الله لمدينة اللاذقية. المباراة لها هدفين، الهدف الأول استعراضي والهدف الثاني من أجل فك الحظر عن الملاعب السورية. إن شاء الله بإذن الله سوف يتم إرسال شريط فيديو مسجل عليه المباراة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل فك الحظر عن الملاعب السورية. ونذهب معكم للحديث عن القائمة المقترحة لكل من الجهاز الفني والإداري والدفاع وخط الوسط والهجوم للمنتخب السوري. ومن بين تلك الأسماء أسماء يعني نتشوق لأن نراها تلعب من جديد، وبالرغم من تقدم السن، ولكن كما يقول المثل أي وردة بتدبل ريحتها فيها. طبعا الجهاز الفني والإداري سيكون على رأسه الكابتن أنور عبد القادر كمدرب، الكابتن أحمد هواش كمساعد للمدرب، الكابتن كيفورك مارديكيان وهو في الغالب والد اللاعب مارديك مارديكيان وهو من أصل أرمني بالمناسبة كمدير للمنتخب، وعمار حبيب كإداريا للمنتخب السوري. فجري إبراهيم، طبعا الكابتن فجري إبراهيم سيكون على رأس قائمة اللاعبين المختارين لتلك المباراة. في حراسة المرمى ماهر بالإقدار ومالك شكوحي ومحمد بيروتي. أما خط الدفاع ففي عدد من اللاعبين ومنهم غسان معتوق، حسان عباس، حاتم الغايب، بشار سرور، طارق جبان، علي الشيخ ديب، وعبد القادر الرفاعي. أما خط الوسط في عدد من اللاعبين ومنهم سليم جبلاوي، نادر جغدار، خالد الظاهر، محمد جقلان، نزار محروس طبعا مدرب العهد اللبناني، جورج خوري، عبد القادر كردغلي، ورضوان الشيخ حسن، وسعد سعد، وأحمد عزام مساعد مدرب المنتخب الأولمبي مع الكابتن أيمن الحكيم. أما خط الهجوم فهيكون في عدد من اللاعبين ومنهم سيد بيا زيد، زياد شعبه، ماهر السيد، أنا الصاري، عبد اللطيف الحلو، محمد عفش، وليد أبو السل، رضوان الأبرش، واحتمال يكون موجود فراس الخطيب من بين تشكيلة الهجوم أو خط الوسط الخاص بالمنتخب السوري. أيضا بالمناسبة على الأغلب كل اللعيبة دي لو كانوا موجودين في المباراة سيلعبوا كامل المباراة، يعني سيتم أو سيكون هناك عدد كبير من التبديلات، وسيلعب كل لاعب من هؤلاء 5 دقائق إلى 10 دقائق، لأن طبعا كل اللاعبين دول تقدم بهم السن من 40 سنة لحوالي 51 سنة. كل التوفيق للمنتخب السوري الثمانيناتي والتسعيناتي، وإن شاء الله بإذن الله يعني قريبا نسمع خبر جميل وهو فك الحظر عن الملاعب السورية ونجد اللاعبين السوريين يلعبون على الأراضي السورية من جديد. ونذهب معكم لفقرة أخرى وسنتحدث عن الدوري السوري الممتاز. أمس واليوم كانت الجولة 7 من الدوري السوري الممتاز، وكان فيها 7 مباريات، وإليكم نتائج المباريات. مباراة تشرين والطليعة انتهت بتفوق تشرين بهدف على الطليعة. مباراة الجيش والشرطة انتهت 2-1 لصالح الجيش. الجزيرة والوثبة، فاز الوثبة بهدفين مقابل لا شيء على حساب الجزيرة. الفتوة والاتحاد، فاز الاتحاد بنتيجة 4-0 لصالح نادي الاتحاد. أما مباراة الساحل والنواعير فانتهت بفوز النواعير 4 أهداف أيضا. مباراة الكرامة وجبلة انتهت بهدفين لصالح الكرامة، ومباراة الوحدة وحطين انتهت بهدف وحيد لصالح نادي حطين. وبناء على نتائج تلك المباريات أصبح هناك تغييرا في جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز. على رأس قائمة الدوري السوري الممتاز نادي تشيرين الرياضي برصيد 16 نقطة. في المركز الثاني يأتي نادي الوثبة برصيد 16 نقطة وبفارق أقل من الأهداف.
في المركز الثالث الاتحاد برصيد 14 نقطة، يليه الطين في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ثم الوحدة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، ثم النواعير في المركز السادس برصيد 12 نقطة، الجيش في المركز السابع برصيد 10 نقاط، الكرامة في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، الشرطة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، الطليعة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، الفتوة في المركز الحداشر برصيد 5 نقاط، الساحل في المركز الاثناشر برصيد 5 نقاط أيضا، وجبلة في المركز الثلاثاشر برصيد نقطتين، وأخيرا الجزيرة بنقطة واحدة. ومن أهم اللقطات التي كانت موجودة في الجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز، طبعا نادي الوثبة الذي إلى الآن لم يخسر أي مباراة. لعب نادي الوثبة عدد مباريات 6 مباريات، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة. النادي الوحيد في الدوري السوري الممتاز إلى الآن الذي لم يخسر أي مباراة قط. وأيضا من ضمن العلامات المهمة في الجولة السابعة من الدوري السوري الممتاز اللاعب عبد الرزاق محمد، لاعب تشرين قدم أداء طيبا في تلك الجولة أمام نادي الطليعة، لعب حوالي 90 دقيقة، قطع 5 كرات، مرر 13 تمريرة، 3 كرات هوائية لعبهم، وكسب فاولين، وسدد 4 كرات طويلة. وبالمناسبة عبد الرزاق المحمد كان من ضمن القائمة الموجودة بالمنتخب السوري الأول للرجال، ولكن يعني الكابتن فاجر إبراهيم استبعده من قائمة 30 لاعب واستقر على 23 لاعب، ليس من بينهم عبد الرزاق المحمد. أتمنى لي كل التوفيق، ونذهب معكم لفقرة الرد على تعليقاتكم الكريمة. واليوم لدينا بعضا من التعليقات السلبية وسنرد عليها بمنتهى الشفافية والوضوح. والتعليق الأول من حساب يحمل اسم فارس كي اتش: الإصابة خطيرة ولا شو بليز رد علي؟ يقصد إصابة عمر السومة. إصابة عمر السومة ليست بالإصابة الخطيرة. عمر السومة تعرض أول أمس لفتق رياضي أسفل البطن، سيستوجب هذا الفتق الرياضي غياب عمر السومة 5 أسابيع، وهي بالمناسبة عملية عادية جدا جدا، وستجرى بإذن الله إن شاء الله في مدينة ميونخ الألمانية، وإن شاء الله بإذن الله سيعود عمر السومة أفضل مما كان بإذن الله. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم أشرف سلامون: أخي العزيز، سلامات لعمر السومة، أتمنى أن تجاوب على هذا السؤال. لأول مرة، هل سوف يشارك عمر السومة في مباراة سوريا والمالديف؟ أرجو الرد. يعني بإذن الله إن شاء الله يا أخي بكل تأكيد سيشارك عمر السومة تحديدا، وإن الإصابة هتاخد حوالي 5 أسابيع، وإحنا أمامنا حوالي 3 شهور على أول مباراة للمنتخب السوري في التصفيات المشتركة في 2020. إن شاء الله بإذن الله سيكون موجودا على رأس القائمة. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم البارون، وهذا تعليق سلبي: إن شاء الله يجي مرض ما يطلع منه يا رب. طبعا هو يتحدث عن الكابتن عمر السومة، وأنا هنا أوجه رسالة للبارون: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نفعل مثل هذا وأن نقول مثل هذا الكلام. في النهاية عمر السومة بني آدم، بني آدم، يعني ما المنطق في أن تتمنى أن يأتي له مرض ما يطلع منه؟ ليه يعني؟ أيا ما كان اختلافك السياسي معاه أو اختلافك الرياضي، يعني أنت متعصب لنادي آخر مثلا، يعني أنا ما أعرفش خلفية البارون إيه، ولكن البارون موجود منه في واقعنا الرياضي وواقعنا الإنساني، موجود هؤلاء الناس أمثال البارون. أوجه له رسالة: اتق الله يا أخي، يعني وكن لطيفا في التعامل مع الناس، يعني إن لم تدعو لعمر السومة بالشفاء العاجل فلا تدعو عليه بالمرض يعني. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم شيماء الدربي: ما تصنيف منتخب سوريا عربيا؟ أرجو الرد. أختي شيماء، تصنيف المنتخب السوري، وبالمناسبة ده مكتوب على الموقع الرسمي للاتحاد السوري لكرة القدم، المركز 8 عربيا على المنتخبات العربية. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم أبو علي: السلام عليكم أخي، ممكن تعطيني آخر أخبار المنتخب الأولمبي؟ المنتخب الأولمبي يا أخي الغالي انتهى من بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، وحصل على المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وأمامه إن شاء الله بإذن الله في الأيام المقبلة بطولة مهمة جدا ستبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم 8/12، وهي دورة الصين الودية أيضا، وفيها 4 منتخبات: الصين طبعا المستضيف، روسيا، وتشيلي، وطبعا المنتخب السوري الأولمبي. إن شاء الله بإذن الله يعني أتوقع أن يقدم المنتخب السوري الأولمبي نتيجة تصالح
الجماهير السورية بعد الأداء المتوسط الذي كان موجودا في دورة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم سامر: أخي العزيز، ليش أجلوا مباراة الأهلي والهلال؟ ومتى سوف يلعبون وسوف يلعب هو في هذه المباراة؟ أرجو الرد سريعا. أخي الغالي، المباراة بإذن الله إن شاء الله زي ما أنت عارف تم تأجيلها، وستلعب إن شاء الله على الأغلب يوم 7/1/2020 الساعة 7 مساء ما بين الأهلي السعودي والهلال السعودي. أسباب تأجيل المباراة أنا ما عنديش خلفية بيها، ولكن في الغالب لارتباط نادي الهلال بمباريات زي مباراة واي 20 مع نادي الهلال، مباراة اعتزال ياسر القحطاني، وأسباب أخرى كثيرة. عمر السومة سيشارك ولا لا؟ والله الفكرة في أن عمر السومة سيبدأ برنامجه التأهيلي بإذن الله إن شاء الله أول يوم من عام 2020، وبالتالي هو أمامه 7 أيام. هنا بقى هل سيستطيع أن يستعيد عمر السومة بفضل الله عافيته في تلك الفترة ويشارك أمام الهلال؟ وارد، ولكن إلى الآن ليس هناك كلام مؤكد. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم، وهذا أيضا تعليق سلبي: مغترب من قرية غرناطة بريف حمص الشمالي، عم بتحزن على إصابة عمر السومة وما بتحزن على شكلك وانت طالع بتحكي على شغلة تافهة؟ احزن على معاصيك. ومن قال لك يا مغترب انني لا احزن على معصية يعني؟ وهل انا احزن على معصية امامكم امام الكاميرا وانا مركب الميكروفون؟ يعني انا بحزن على معصية بيني وبين ربنا. وبعدين هو انا لو حزنت على عمر السومة وعلى مرض عمر السومة كده انا مش هعرف احزن على المعاصي بتاعتي؟ ليه هو رصيد الحزن اللي عندي رصيد كده بيخلص يعني ولا ايه؟ انا برضو مصر على توجيه رسالة لهؤلاء، يعني عليكم اما ان تقولوا كلمة حسنة واما ان تصمتوا، فلتقل خيرا او لتصمت يا مغترب. ونذهب معكم لاخر فقرة وفيها سؤال حلقة اليوم. تلك الصورة التي امامكم فيها عدد من اللاعبين، فوق في حوالي 6 لعيبة وتحت في 5 لعيبة، يعني 11 لاعب. كان هذا منتخب سوريا في فترة ما من الفترات تقريبا سنة 82 على ما أذكر يعني. تلك الصورة التي أمامكم فيها أرقام، كل لاعب يحمل رقم. أريد منكم أن تخرجوا رقم اللاعب نزار محروس، الكابتن نزار محروس طبعا بكل تأكيد. أنهي لاعب في دول هو الكابتن نزار محروس؟ في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أشكركم جدا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة مقبلة وتغطية حصرية لكم لأخبار كرة القدم السورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.